بدت رحلة بشاير وباهر من بقعة بيضاء ما بين خوف وتساؤلات من وين بتبدأ المعركة وما هي إلا غيوم ضاقت بها السماء فاتسع لها الجسد. يقول الدكتور أحمد مو كل بقعة بيضاء بهاق ومو كل بقعة بيضاء برص. يتشابه البهاق والبرص في أنهم كلهم نتيجة لخلل في خلايا الميلانين الصبغية، ولكن في فروق كثير بينهم. بشاير تعاني من البهاق وهو مرض جلدي صبغي بسبب نشاط في الجهاز المناعي فتهاجم المناعة الخلايا الصبغية في الجلد. أما باهر فهو مصاب بالبرص وهو مرض جيني يجي من الوراثة ويتمثل في انخفاض في إنتاج أو غياب صبغة الميلانين كليا. يبدأ البهاق بعد الولادة ويجي لكل الفئات العمرية عكس البرص اللي يظهر من وقت الولادة. البهاق يتحسن مع العلاج أو يتفاقم من نفسه، وممكن يزيد حجم البقع مع الوقت، وممكن تظهر في أي جزء من الجسم. ومعروف أن البهاق يصيب الشعر وداخل الفم على عكس البرص اللي يكون مستقر لا ينتشر ولا يتحسن. البرص يجي بنوعين، البرص العيني ويأثر على العينين فقط، أما البرص العيني الجلدي فيكون شامل ويشمل جسم كامل. أما البهاق فأنواعه أكثر شوي. البهاق البؤري أو الموضعي، منطقة واحدة أو مناطق قليلة بالجسم. البهاق المقطعي أو الجزئي، جهة واحدة من الجسم. البهاق المنتشر أو العام ويعدل أكثر شيوعا ويشمل عدة أجزاء مختلفة من الجسم في نمط ثنائي. البهاق الشامل، يتغير لون سطح الجلد بالكامل تقريبا. وأخيرا يعد البهاق قابل للعلاج بإذن الله، بخلاف البرص الغير قابل للعلاج حاليا. ويختم الدكتور أحمد كلامه: ما يسعدني أن من يتأثر بهذا المرض نفسيا أو اجتماعيا هم قلة من المرضى، والأغلب في مجتمعنا ولله الحمد هو أن المريض يتأثر نفسيا قليلا ثم ينطلق ويصارع الصعاب وينجح. ففي عيادة الطبيب والطيار والمهندس وغيرهم من صابهم البهاق وما أثر على أدائهم الاجتماعي أو العلمي، فهنيئا لمرضى البهاق، حيث الأجر بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.